نتكلم زي مش هتكلم زي كده اي حاجه، احنا نتكلم على شويه ديفايس كوميرشال حاجات موجوده يعني في السوق، نبتدي نشوف الفكره اللي بنعملها اناليسيس للسكاتر بارامترز، وبعدين ممكن كمان في النص نحاول نغير شويه في الديزاين علشان نعمل ريكوايرمنت معينه، نعمل شويه ديزاين بس. فهنعمل كاركترايزيشن، نحاول نوصف دايره للسكاتر بارامترز، وبعدين نحاول نشوف ازاي ممكن نعمل ميني ديزاين من الفورم اللي عندنا، ازاي نغير في البارامترز شويه علشان نحقق سبيسيفيكيشن معينه. طيب فاحنا هنبتدي نتكلم على الحاجات دي كده. دي ايه؟ دي شويه كومبوننتس بتعملها شركه اسمها ايزيرتس، دي صفحه من مجله الهايبر دي بتاعت المايك ويف، اسمها هايبر دي مايك ويف ماجازين. تمام؟ ده مثال على حاجات كوميرشال شغاله في المايك ويف رينج، فاكتوري شغاله من اول فيديو فريكونسيز من اول 2 كيلو هرتز لحد 18 جيجا. تمام؟ هي الشركه دي عامله اعلان، فتحتوا المجازين اللي بقى الهايبر دي كلها اعلان وفي شويه مقالات صغيره يعني. المجازين اغلبيتها بتبقى يا اما تيتوريال حاجات كده بتتكلم عن تكنولوجي معينه من غير ما يكون بيتكلم عن معدات او تفاصيل، يا اما بيبقى فيها اعلانات اللي بتعمل شركه. فهتدور على اعلانات كتير، كل شركه بقى حسب ايه البرودكت اللي بتعمله. دي اغلبيه الشركات بتبقى متخصصه في المايكرو ويف كومبوننتس، وطبعا في منهم بيبقى عندهم الوايد رينج اوف السبيكترم، يعني مش لازم يكون شغال عند المايكرو ويف فريكونسي بس، وعنده يقدر يعمل لنا باور سبليتر وكومبايلر، الحاجه اللي بتوزع الباور او بتلمها من اول 2 كيلو لحد 18 جيجا، ودي ممكن يبقى شغال بكل التكنولوجيز، يا اما شغال بالنمط بيراميدز العاديه، لو اشتغل عند ريجو فريكونسي هشتغل بيها زي سباي، لو انا شغال عند فريكونسي معقوله شويه هي اقل فريكونسي ابتدي اشتغل مايك ويف سيرفيس. تمام؟ فممكن يبقى ايه بيعمل كل البرودكتس اللي هو ايه اللي ممكن تبقى مطلوبه من الكاستمرز، وطبعا الكلام ده ايه؟ السعر بتاعها لو احنا ضربنا كميات مش عارف 100 واحده ولا 1000 واحده، ممكن الكومبوننت دول تنزل تبقى كام؟ 94 سنت ولا حاجه. تمام؟ هتدور على حاجات كتير بقى كل شركه زي الشركات بتاعت الالكترونيك ديزاين، شركات المايكرو ويفز برضه ايه؟ عندها البرودكتس بتاعتها الناس بتطلبها من ايه؟ الداتا شيتس اللي هي عارفها. فاحنا عايزين نعمله ان احنا ناخد اكزامبلز شويه دوائر مشهوره، شويه ديفايسز مشهوره، نشوف الناس البارامترز بتاعتها بتتحسب ازاي، ونفهم برضه شويه يعني ايه سكاتر بارامترز، ونفهم برضه ازاي الواحد ممكن يعمل ديزاين لدايره وتحقق سكاتر بارامترز معينه. تمام؟ فهناخد شويه امثله الاول كده لشويه ديفايسز مشهوره، دي فوق دي شويه دي فوق ديفايسز، يعني ديفايس بعدها كام بول؟ ثلاثه. في واحده اللي هي سهله قوي دي هناك اللي هي تي جنكشن، تي جنكشن دي عباره عن ده رسم مايكرو ستريب امبلمنتيشن، يعني عندنا الانبوت وبعدين بيتفرع لايه؟ فرعين. فين الجنكشن نفسها؟ الجنكشن هي النقطه دي اللي هي نقطه التقاطع ما بين الانبوت والاثنين اوت. فدي مجرد تفريعه بهدف ان احنا نوزع الباور ما بين الباور اللي جايه في الترانسميشن لاين ده والاثنين لودز اللي هيبقوا متوصلين لايه؟ للتفريعتين دول. طيب في واحد اسمه ويلكنسون عمل حاجه ثانيه اسمها ويلكنسون باور ديفايدر، اللي هو مرسوم عندكم هنا، فاحنا عايزين برضه نفهم ايه اللي هو عمله في الديزاين ده وازاي عرف يعمل الديزاين بالمنظر ده. في ديفايس ثانيه اسمها سيركليتور، السيركليتور دي ديفايس لما يكون لها الباور في الانبوت او في البورت رقم واحد بيطلع الباور كلها من البورت رقم اثنين، لو دخلت البورت اثنين يطلع كلها من البورت ثلاثه، لو دخلت الباور من بورت 3 تطلع بورت 1 هي بتسيركيليت الباور. دي الفانكشن بتاعتها او دي الايه؟ الاوبريشن بتاعتها اللي هي معموله ازاي من دول؟ ما نعرفش. تمام؟ بالنسبه لها السبورت ده انا عارف دول معمولين ازاي كمايكرو ستيب سيركتس، ده معمول ازاي من جوه الجهاز، انا راسم الدايره كفانكشنال لوك السيركت سيم اللي بيطلع هي من بره الدايره وعليها السقف، بتقول الباور بتتدور ازاي ما بين البورت. تمام؟ بتتعمل ازاي بقى في ايه؟ ديزاينات كتير ولحد دلوقتي لو حتى في البيتنس او في الليترشر في البيبرز لسه في ناس بتحاول تتعب ان هي تعمل ديزاين لسيركليتور كويس، ان الديفايس دي مهمه. ايه الابلكيشن بتاعها؟ حد عنده اقتراحات؟ ايه الابلكيشن بتاع حاجه زي كده؟ بخليها تطلع من هنا تطلع من هنا، انا من هنا تطلع من هنا، انا من هنا تطلع من هنا. ايه الابلكيشن بتاع حاجه زي كده؟ ها؟ لا انا عايز لما ادخل الباور من فوق الباور بتطلع كلها من البورت اللي جنبيه او البورت اللي مع اتجاه الدوران. نعم؟ ايه ايه الكومنتيشن؟
تمام. اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ترانسيفر صح؟ يعني انا عايز اعمل ترانسيفر اللي هو مش ترانسميتر ولا ريسيفر اللي هو الاثنين مع بعض. عايز اعمل ترانسميتر وريسيفر. فنعمل ايه؟ نحط الانتنة هنا كده وادي السيركليتور وادي الترانسميتر وادي ايه؟ الريسيفر. يبقى لو انا بعت الباور من الترانسميتر هتمشي ازاي؟ هتطلع على الانتنة وتبقى تديه للباور. لو انا بستقبل الباور هتيجي على الانتنة هتاخدها وتوديها بيه ريسيفر. ومش طبيعي ان حد بيطلع باور من الريسيفر، فانا مش قلقان من ان يطلع باور من الريسيفر تروح فين؟ للترانسميتر. الديزاين ده بيبقى فيفربل اجينست ان انا يبقى عندي اثنين انتنة. هو الحل التاني لو انا عايز اعمل ترانسميتر هيبقى عندي ايه؟ انتنة في الترانسميشن وانتنة في الايه؟ الريسبشن. دي حاجه مش كويسه لان الانتنة از بارت دايما الانتنة بتبقى اكبر حاجه في الديفايس. تمام؟ لو عندي كل الديفايس على الشيب قبل كده وبعدين الانتنة حاجه ايه؟ 14 كيلو مره دلوقتي. ليه هتعرف تفكر السنه الجايه ليه تبقى الدنيا تبقى كبيره شويه؟ ليه ابعادها تبقى كبيره عشان تشتغل. فانا مش حابب ان انا يبقى عندي اتنين بس كتير. لو انا لو قال لي السيستم فيها اتنين او اكتر دي هتعمل بالعادي الدبث اوف اريا بالذات عند الفريكونسي اللي هي مش عاليه قوي تبقى اتنين كبيره. بيبقى دايما الواحد حابب يشتغل اتنين او اكتر والاثنين ترانسميتر والريسيفر الاثنين بيتكلموا معاها واللي بينظم طريقه الكلام دي هو مين؟ مش محتاج اي سويتش ميكانيزم. انا مش بسويتش اقول له اشتغل وقت كذا واشتغل وقت كذا. المصاريف دول مالهم؟ كومبليت ايزوليت. ده بيبعت ده بيستقبل مفيش اي ايه كلام ما بين يعني. دكتور يعني ينفع اصلا الانتنه تاخد الفيلم نفس الوقت؟ ايه بس الديفايس ما عندهاش مشكله. لو السيجنال جاي لها هتلاقيه السيجنال جاي من بره هتجمعها وتدخلها على الريسيفر. لسه ده بص للابلكيشن بتاع عندك ابلكيشن ثانيه طبعا بس ده اشهر ابلكيشن للسيكول. بورت هم هم ثلاثه بورت اهو دي بورت رقم واحد. طيب فاحنا عايزين نتكلم شويه على الديفايسز دي نفهم ان هي ايه نفهم بتشتغل ازاي او نفهم ازاي نعمل الاناليسيس بتاعها ازاي نطلع السكاترينج بارامترز بتاعتها الاناليسيس كاركترايزيشن وبعدين نشوف لو احنا عايزين نحسن او نغير في الديزاين ازاي ممكن نشتغل مع السكاترينج بارتس. تمام؟ دي برضه امثله لشويه ديفايس ثانيه فور بورد دي اللي هنعملها في الحلقه اللي جايه. تمام؟ حاجه اسمها الكوادرنت هايبرد وحاجه اسمها الريد ريس. المره الجايه نتكلم على بوسبل ابلكيشن دي ودي سلايد ثانيه بتبين شكلهم وهم متصنعين لان الدايره اللي فوق دي ويلكمز باور ديفايد اللي بتصنع هو من رسم الاسكيماتيك بتاعته كنا راسمينه عامل حاجه زي كده. زد نوت وبعدين بتفرع فرعين وفي مقاومه معموله على بريدج. معموله ما بين نقطه عند البورد اللي فوق ونقطه عند البورد اللي تحت. فاللي عامل الامبلمنتيشن عامله زي ما انتم شايفين كده في السلايد دي. عامل رسم هيك كونكتور اهو ده انبوت وبعد كده البورد رقم واحد وبعد كده التدفعتين وبعد كده قرب التدفعتين من بعض شويه وحط ايه؟ وحط الريزستور محكومه بينها وبين الاثنين دول وبعد كده نكمل الاثنين بورتس التانيين على الاس ان اي كونكتور في الكوع الايه؟ الكوع الارضي. تمام؟ اللي هناك سيركليتور بس مقفول مش عارفين هو معمول ازاي هو باكج يعني احنا معمول باكجنج وعاملين لك ثلاثه بورتس بس لجوه مش عارفين ايه اللي معمول جوه. الهايبر كابر اللي هو ده تمام؟ ده برضه مقفول بس ممكن نعرف هو معمول ازاي. الهايبر كابر ديفايس سهل التصنيع بتاعها. ده انا عايز اعمل الكامل هايبر كابر لو عايز اعمله بقى عنده وايت باند ومش عارف انا شغال عند ايه وحاجات زي كده ممكن يبقى الديزاين مش الكونفشن اللي احنا هنعمله بره ده. ده الديزاين بتاع اللي هو الراد ريس اللي هو نوع تاني من الكابلرز اللي عامل الديزاين عنده كده رينج هايبر سبليت برينج ومدخل لها ايه اربعه بورتس على اطوال معينه من الايه؟ من السيكتورز. ده اسمه كوانتم شيكاكر او هايبر كوانتم شيكاكر ده اللي بيطلع حاجتين او كيلو جرام 90 درجه في الشمال وده اسمه راد ريس هنعرف يعمل المره الجايه. هنتكلم على الايه؟ على حاجات دي فور ده شبه اللي هو الكونكتور اللي الكونكتور الديفايس اللي عندك دي ريسيفنج ديفايس فانت مش محتاج سيركليت السيركليت اللي بيشتغل في الترانسيفر اللي هو انت محتاج نفس الديفايس كل بتبعت وبتستقبل. تمام؟ زي مثلا الموبايل.
الموبايل، الموبايل بيبعت للبلاي ستيشن وبيستقبل البلاي ستيشن. فانت عايز يبقى عندك انتنة واحده بس، الانتنة كبيره مش المصحات اللي يبقى عندنا اثنين انتنة. بس هو اللي بيفرق بالنسبه مثلا لحاله ان الموبايل كوميونيكيشنز الاب لينك بيبقى فريكونسي وداون لينك فريكونسي تاني. فانت ممكن تستخدم حاجه اسمها دوبلكس مش سيكريت. انك انت بتعمل يعني في الاصل ده شغال عند فريكونسي، ده شغال عند فريكونسي تاني. فبتحط حاجه اسمها دوبلكس اللي هو شويه فلترز نوت شيفترز كده، بتخلي السكه دي بتاعت الفريكونسي دي ما بتكلمش شكل الفريكونسي. ففي اختلاف سيكريت الديفايس شغال عند نفس الفريكونسي ترانزميشن والريسبشن. بس انا عايز اعزل المسارين، مسار الترانزميشن ومسار ايه؟ الريسبشن. الدوبلكس مش كده. زي ما بقول مثلا في الاب لينك والداون لينك انا بحط دوبلكس، ده شغال عند اثنين فريكونسي، اف في الاب لينك واف في الداون لينك. طيب تعالوا ناخد اول واحده اللي هي الفي جنكشن، دي ابسط ديفايس عباره عن ترانزميشن لاين متفرع على تفريعتين، عايزين نحسب لها السكاترنج بارامترز بتاعتها، تمام؟ فالتي جنكشن الرسمه اللي هي احنا متعودين عليها لو انا بتكلم على ترانزميشن لاين سيركت موديل هيبقى عندنا سيرتين كده، ده الانبوت تمام؟ وبعد كده اتفرعت ايه؟ تفريعتين كده كده؟ السيجنال جاي كده وبعدين احنا بنتفرع ايه ما بين الاثنين دول، ويمكن دي حاجه ترجع لنا حسب احنا عاملين الديزاين ازاي. فدي هي البورت رقم واحد، دي البورت رقم اثنين، ودي البورت رقم ثلاثه، واحنا هنضطر ان احنا نانلايز الديفايس اللي عندها كله ايه؟ كله زد تمام؟ ساعات الناس بتدرس كده، وساعات الناس بتقول انا حاجه ده بيسموه البالانس موديل بتاع الترانزميشن لاين، هو عنده سكه فوق وسكه ايه؟ بتاع. في حاجه ثانيه اسمها الان بالانس موديل او الجراوند موديل، اللي هو بيقول انا اي سكه من دول انا عارف ان لو انا شغال مايكرو سبيد في عندي سطح معدني هو اللي عامل ايه؟ الارض. فبنرسم كده عرض. وهنا ايه في ايه؟ في كومن جراوند ما بين كل الايه؟ كل البورتس، دي بورت 1 دي بورت 2 دي بورت 3، وبنكتب الكاركترستيك امبيدنس على السكه الواحده بس. وانا عارف ان دي ايه؟ معايا ارض. تمام؟ فالمعدل التاني نشيله للتسجيل في الرسم، او ان انا عارف ان الامبلمنتيشن بتاعته في ارض ايه؟ في ارض مشتركه. ده بالانس ريبريزنتيشن، ده اسمه جراوندد او ان بالانس ريبريزنتيشن. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسب السكاتر بارامترز بتاعت الديفايس بتاعت الاس نطلعها كده. تمام؟ فاحنا لما بنكون عايزين نشتغل وعايزين نحسب السكاتر بارامترز اول حاجه لازم نختار ايه؟ ريفرنس بيز، انا عندي البورت هو ده، لازم اقول انا بحسب الـ A1 والـ A2 والـ B1 والـ B2 والكلام ده كله ايه؟ والـ A1 والـ B3 عند انهي نقطة على البورت. فاحنا للتسجيل هناخد الريفرنس بيز عند الجنكشن. لازم اكيد في الجنكشن دي، تمام؟ انا عايز اخدها بعيد فاين بس هيبقى الحسابات بتاعتي ايه؟ افضل شويه. او بناخدها عند الجنكشن ولو كانت البورتس فيها طول بنضرب ايه؟ في البي ماتريكس اللي هي بيتا ماينس بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3 تمام؟ فاحنا عايزين نشتغل عليها، نعمل ايه بقى؟ عايز نطلع السكاترنج بارامترز بتاعت الديفايس المكونه من انبوت زد نود واثنين اوتبوت زد نود وزد نود. نعمل ايه بقى؟ نحسب الستات ازاي؟ نشتغل ايه؟ كما يقول الكتاب زي ما بيقول نعمل ايه؟ اس 1 بتساوي A B1 على A1 لما A2 و A3 بيساوي 0، يعني اكني هحط ماتش الدور عند بورت 2 وبورت 3، بحط ماتش السورس عند بورت اللي هو التست سورس بتاعنا برضه زي النوت عند بورت مين؟ عند بورت 1. وعايزين نحسب S11 under the conditions دي اللي هي هنحط هنا ايه؟ ماتش الدور. تمام؟ فالكلام ده يساوي ايه؟ B1 ناقص I1 زد بتاعت البورت رقم 1 اللي هي زد نوت على B1 زائد I1 زد نوت، وفي جذر هنا هيروح بكام؟ واحد، لان احنا ايه؟ كلهم زي بعض، تمام؟ وانا كمان عندي نفس البورت، يعني حتى لو كلهم مش زي بعض، البورت انا رايح عنده B1 و A1 عندها نفس الايه؟ فاكرين التعريف ده ولا مش فاكرين؟ تمام، ناخد I1 مشترك يبقى B1 على I1 ناقص زد نوت على B1 على I1 زائد زي النوت، احنا عارفين ان في 1 على اي 1 كان انبوت امبيدنس اللي احنا شايفينها واحنا واقفين عند بورت رقم 1، يبقى زد ان 1 اللي هي الامبيدنس اللي انا شايفها انا رايح فين؟ باصص فين؟ صح كده؟
سايز منتهية بماتش الدور، فزيت نود من فوق وزيت نود من تحت يتجمعوا عند النقطة دي عملنا كام؟ زيت نود على ده، يبقى زيت كين 1 بتساوي زيت نود على 2 على زيت نود على 2 زائد ايه؟ زيت نود يطلع كام؟ ناقص كده صح؟ هي ناقص نص على ايه؟ على 3 على 2 تمام؟ ماشي يا جماعة؟ سهل كده؟ طيب اللي وراها مين اللي بتكسب بنفس الشرط؟ أو العمود صح؟ اللي هو مين؟ S21 S21 بتساوي ايه؟ D2 على A1 under نفس الكونديشن اللي هو A2 بتساوي A3 بتساوي ايه؟ بتساوي 0 تمام؟ حد مش متابع يا جماعة؟ دكتور حضرتك أنا لما قلت زيد نوت على الكونديشن نعم؟ زيد نوت على الكونديشن يبقى البيزنس اللي أنا شايفها هنا ده فرق المعادلة هذه أسئلة ثانية؟ زي كين 1 البيزنس اللي أنا شايفها على رأيك يا دوب قبل الجنكشن فأنا شايف إيه؟ فرق زيد نوت منتهي بزيد نوت وفرق تاني زي زيد نوت منتهي بزيد نوت وأنا رأيك بص هنا يا دوب شمال الجنكشن لا أنا اخترت الريفرنس بلين هنا أنا ما ببصش على البيزنس اللي السورس شايفها عند أي نقطة انا ببص على الامبيدنس اللي السول شايفها عند الريفرنس بلين حتى لو كانت بعيد عن السول مش فارقه معايا انا انا اللي بحدد انا شغال فين كريفرنس تمام الخط ده كل اللي بيعمله انه بيرنش باور بيرنش واحد ورا بيرنش اي حاجه تمام انا مش شايف معايا وطالع باور قد ايه يعني كل اللي يهمني نسبه اللي راجع على اللي نازل بس فين عند السول لا عند نقطه انا مختار لو كان السول فعلا واقف بعيد وانا عايز اقول السول بقى شايف ايه يبقى نبدا بمين في الترانسفورميشن ماتريكس اللي هي بتدور على طول الكور اللي كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت انا الوقت بشتغل بالقوانين الريفرنس ليه لازقه في الديفايس ماشي اوكي لو انا واقف بص كده شايف زد نوت بارل مع زد نوت يبقى زد نوت عليا طيب اس 1 اللي هي في 2 على اي 1 هتبقى في 2 ماينس اي 2 زد نوت على اي 1 زائد اي 1 زد نوت والاثنين دول لهم نفس الكاركترستيك الكيلس برضه يبقى ايه؟ الجاز مش معانا تمام؟ ناخد مين مشترك؟ الفورتكس ولا الكنس؟ كده؟ اسهل؟ هو مين اللي ثابت؟ دي 1 هو الفورت ما بين النقطه دي والارض ودي 2 ما بين النقطه اللي هي دوج يمين الجنكشن والارض ودي 3 هي دوج شمال الجنكشن والارض يمين الجنكشن والارض والكارت هو اللي داخل هنا وده اللي خارج هنا وده اللي خارج هنا بس احنا بنعملهم داخلين مين اللي ثابت؟ الجوه ولا التيار؟ الكونتج اللي جت عند النقط دي النقط دي كلها ايه؟ خربت صح؟ وبالتالي الاحسن نسحب دي نسحب الفولتج هو المشترك يبقى هاخد بي 2 على بي 1 بره ودول بيساووا ايه؟ بيساووا بعض الكميه دي بتساوي 1 صح؟ ويفضل هنا 1 ناقص اي 2 على بي 2 زائد نقط على 1 زائد اي 2 على اي 1 على بي 1 في ايه؟ زائد ايه نسبه اي 2 على بي 2؟ هاي اتنين اللي هو ده وفي اتنين اللي هو الجزء بتاع نفس النقطة يبقى مين؟ ناقص واحد على زد نوت يبقى الكمية دي بتساوي ناقص واحد على ايه؟ زد نوت حد مش فاهم جاب منين؟ انا واقف عند البورد رقم اتنين وعايز اعرف نسبة الفولتج للكرنت اللي داخلين عندي هو البورد ده كان متوصله هو كان زد نوت متوصله زد نوت ده كنتوا بتعمله في تو بورد في 2 على اي 2 هي ماينس زد ال فهنا بي 2 على اي 2 هي ماينس النود اللي هو شايفه. هو شايف ايه؟ البورت شايفه زد نود، اللي هو زد نود متوصله زد نود. يبقى اي 2 على بي 2 بناقص 1 على زد نود. اي 1 على بي 1 احنا لسه حسبنا. زد ان اللي هي زد نود على 2 صح؟ بي 1 على اي 1 هي الانبوت ادمتنس اللي احنا شايفينها واحنا بصين كده يبقى قصدي ايه؟ 2 على زد نود تمام؟ 2 على زد هي 1 على كمية الكمية دي اللي هي اي 1 على بي 1 دي بتساوي 1 على زد 2 1 اللي احنا لسه حاسبينها اللي هي 2 على زد بيطلع بكام بقى يا جماعة؟ فوق هيبقى عندنا ايه؟ 1 صح؟ ولا 2 2 وتحت عندنا ايه؟ 3 نعم ليهم بس انا قلت الريفرنس ايه جنب جنب
يعني ايه اس بي 1؟ اللي خارج من اثنين بالنسبه اللي داخل في ايه؟ واحد. يعني لما انا دخل باور بوت واحد اسمها اي 1 عايز اعرف بي 2 بكام؟ بي 2 هي مين؟ اللي خارج. يبقى اس 1 هي بي 2 على اي 1، يعني اللي خارج من اثنين بسبب اللي داخل في مين؟ واحد. طب اس 3 1 تبقى بكام؟ اس 3 1 هو اللي خارج من بورت 3 بسبب اللي داخل في بورت 2. تفرق حاجة؟ مش الدايرة متماسكة؟ يعني علاقة اتنين بواحد زي علاقة تلاتة بواحد؟ نعم؟ تفتي؟ أنا عندي الـ S1 بكام؟ ناقص تلت. S21 طلعت بتلتين، يبقى لازم يطلع S31 بكام؟ زيها، لأن علاقة بورت تلاتة بورت واحد هي نفس علاقة بورت اتنين بورت واحد، لأن لما دخل طرف هنا هيطلع نسبة منها هنا ويطلع نفس النسبة فين؟ في البورت ده، يبقى لازم دي تبقى في 2 على 3 برضه باي انسبكشن اوف ذا سيرفر، لأن دي لا هي ريسبروسيتي ولا هي ايه؟ ولا سيمتري، دي علشان الدايرة فيها تناسب بس، ها؟ لكن مش السيمتري اللي هي معنى ان الدايرة اللي هي سيمتري، تمام؟ أول حاجة بس كنت عامل بس، تمام؟ الحاجة الثانية لو أنا دخلت هنا واحد واط، يعني لو كانت A 1 دي كانت واحد واط، يبقى المفروض B 2 تبقى كام واط؟ لا تربيع الكلام ده، لان احنا قلنا ان الويف امبليتيود درايف من الجذب الباور بس عندها الفيز انفورميشن ما ضاعتش، يبقى لو انا عارف A 1 بكام B 2 عرفت ان انا اضربها في دي، طب لو انا عارف الباور اللي A 1 شايلها كام؟ لو عارف ان دي شايله 1 واط يبقى بي 2 شايله 1 واط مضروب بكام؟ بالنسبه دي اللي هي 4 على الاسم تربيع يعني، تمام؟ يبقى السكاترنج بارامترز دول اول حاجه معنى له علاقه بالباور ان مربع السكاترنج بارامتر هو نسبه الباور اللي خارجه على الباور اللي داخل. لما اقول اس اي جي هي الباور اللي خارجه في بورت اي لما تكون في عندي باور داخله في بورت ايه؟ جي. بس مش الباور على طول هي جذب الباور، قلت له انا عايز الباور اعمل ايه؟ اربعه عايز اجيب الريلاتيف باور، الريلاتيف باور اللي خارجه من بورت 2 بسبب باور داخله في بورت 1 هي اس 1 ماجنتيود تربيع، تمام؟ كويس. الكلام ده بيقول ايه بقى؟ ان اول عمود في السكاتنج ميتريكس ده اول عمود، صح؟ اول عمود ده هو مين؟ اللي راجع في بورت 1 بسبب اللي نازل في بورت 1، اللي خارج في بورت 2 بسبب اللي داخل في بورت 1، اللي خارج من 3 بسبب اللي داخل في بورت 1. يعني لو انا دخلت الاول في بورت 1 وعايز اعرف الديفايس دي عمل البروسيس ولا ما عملتش، اعمل ايه؟ نجمع دول تربيع، ده كام؟ نص واربع تتساع واربع تتساع، يبقى كام؟ يبقى 9 تتساع، يبقى ايه؟ واحد. يبقى الديفايس دي لما دخلها باور في بورت نمبر 1 بتسكترها كلها، ما بتعملش اي ديسيبيشن جوه، وده ورا مفيش حاجه ديسيبيشن، هي جالها باور طلعت شويه في واحد وشويه في اثنين وشويه في ثلاثه. يبقى انا عايز اعرف الديفايس دي بتعمل لوسز ولا لا، هبتدي ابص على مجموع الاستاد تربيع، مجموع الماجنتيود بتاعت الاستاد. طيب من غير ما نكمل بقى المساله، لو انا عايز اجيب بقيه العوامل اس 2 2 بكام؟ هي نفسها بس واحد تحت فرق، وانا واقف هنا زد نود وشايف زد نود وزد نود، في اي فرق؟ يبقى باي سيمتري اس 1 1 هي اس 2 2 هي اس 3 3 الحته دي كده باي ايه؟ باي سيمتري. طيب اس 1 2 اللي خارج من 1 بسبب اللي داخل في 2 علاقته ايه باللي خارج من 2 بسبب اللي جاي في 1؟ لازم يساويه باي مين بقى؟ مين اللي بيقول؟ ازاي بتكسبه؟ فيها ترانزستور فيها اي حاجه مفيش، يبقى ده لازم يساوي اس 1 2 باي ريسبروسيتي، ده يساوي مين بقى؟ اس 1 3. مين اللي ناقص في الميتريكس؟ احنا كده عملنا مين؟ عملنا اول عمود ناقص تلت وتلتين وتلتين، اول عمود ده جاب لنا اول صف. طيب ايه؟ اول عمود فيه اول صف باي ريسبروسيتي، ريسبروسيتي مش سيمتري، تمام؟ واول element اللي هي
بسبب ان الدايره فيها سيمتري جابت لنا زي مين؟ الدايره اللي كلهم ناقص كده ناقص مين؟ دول اس 2 3 واس 3 2 هما بيساووا بعض باي ايه؟ باي ريسبونس بس بيساووا كام؟ اس 2 3 اللي خارج من 2 بسبب اللي داخل ب 3 هو نفسه اس اي حاجه اي حاجه واي حاجه صح؟ يبقى لو انا خدت باور ب 3 هيطلع اكس 2 هو نفس الاكس اللي كان حاططها لما دخل الباور واحد لان علاقه 2 بواحد زي علاقتها مين؟ ب 3 يبقى الكلام ده برضه هيساوي مين؟ اس 2 3 بيساوي اس 3 2 كلهم بيساووا بعض كل الاس ده عندنا بيساووا في المساله دي حاضر اسئله حد من عمالك النقله اللي تطلع مش عارف بزوايا مش عارف حاجات زي كده هتكون اتحركت
عند النقطه. ينفع هيبقى في فيز هيبقى وقتها بدل ما الالمنتس دي طالعه كده هتبقى ناقص تلت ومعاها ايه؟ هيبقى معاها حته فيز كمان بس لازم الامبليتيود هيبقى الروح. تمام؟ اوكي؟ يبقى احنا يا جماعه اي ديفايس بنبص على ثلاثه بروبرتيز حضرتك. بنبص على ثلاثه بروبرتيز اكشلي هم اربعه بس دي واحده مش مهمه اللي هي السيليكون. اللي قلنا دي واحده اقوى منها اللي هي مين؟ الانترنال ماتش اللي هو اللي على دايما مش بيساوي بعض بس وكمان بيساوي كام؟ زيرو. فالديفايس دي از ريسيبروكال مش كده؟ وسيمتريكال مش انترنال ماتش لان دايما الايرتس مش ايه؟ مش بسبار ولاستس ولا لاستس؟ لاستس مش كده؟ ما عندهاش لاستس. طيب قبل ما نروح للجامي بي دي ريكوكس باور ديفايدر تعالوا نبص على الدايركت. السيبريت انا مش عارف هو معمول ازاي. صح؟ بس انا عايز يشتغل بطريقه معينه، انا عايز لما الباور تدخل هنا تخرج من فين؟ من بورت رقم 2، يعني لما الباور تدخل في بورت نمبر 1 عايز يرجع لي قد ايه في 1؟ 0 ويطلع كله من 2 وما يطلعش حاجه من بورت 3، طب لو دخل في 2 مفيش حاجه في 1 ولا في 2 كله يطلع من 3، لو دخل في 3 يطلع من 1 وما يطلعش لا من 2 ولا من 3. اعملها ازاي دي بقى؟ دي مشكله. يبقى انا ممكن اكتب السكاترنج بارامترز بيست على الفانكشن، انا عايزها تعمل كده. الديزاين بقى دي مشكله بقى برضه، انا كده انا عملت هنا ايه؟ عملنا ديزاين هنا؟ عملنا اناليسيس او عملنا كاركترايزيشن للديفايس متصممه، فانا قلت طلعت الاس بتاعتها كذا بالحساب. لكن ساعات الواحد بيبقى عايز المساله اصعب، انا عايز اعمل دايره بتعمل كده. بتعمل كده هترجمها لايه؟ السكاتنج بارامترز. طب دي بقى تتعمل ازاي؟ ازاي اعمل دايره تعمل لي السكاتنج بارامترز دي؟ دي بقى هي المشكله الاكبر يعني، تمام؟ عشان كده لسه لحد دلوقتي في ناس ايه؟ عماله تقترح ديزاينز للايه؟ للسيبريت. تشتغل بقى بديفايسز نون لينير، بديفايسز نون ريسيبروكال. هي مبدئيا الدايره دي ريسيبروكال ولا مش ريسيبروكال؟ لا دي مش ريسيبروكال. يبقى اكيد فيها حاجه ثانيه غير الارم والام والسي والترانسميشن لاين. صح؟ لان كل الالمنتس دي ايه؟ ريسيبروكال. لو انا كنت بعملها شويه عمال ادور لو حد فيكم حاول يدور على اي ار واي ال واي سي واكتبهم مع بعض عشان يعملوا الفانكشن دي مش هينفع. لان كل الالمنت فيهم لوحدها از ريسيبروكال الالمنت فاي تركيبه منهم از ايه؟ ريسيبروكال. يبقى مستحيل يطلعوا ديفايس في النهايه نون ريسيبروكال. تمام؟ لحد دلوقتي ناس في ناس بتشتغل بحاجات اسمها في الرايتس. في الرايتس دي مواد اللي هي بتبقى روميوم اوكسايد سوري قصدي ايرون اوكسايد او مواد تانيه في فرايت كتيره كتير بيعمل لها بايس من بره بمجنتك فيلد او بتكتب فيلد علشان تديله نون ريسيبروكس. تمام؟ ممكن الواحد يقول انا عايز اعمل مثال تاني على حاجه في الكور. دي عرض بس ولا عايزين نعمل ايزوليت في ديفايس تانيه مشهوره اسمها الايزوليت. الايزوليتور السيركت سيمبل بتاعه ساعات في ناس بتعمله كده. ده ديفايس بتعمل ايه؟ تمشي الباور كده لكن ما تمشيهاش ايه؟ في الاتجاه العكسي. الايزوليتور له ابلكيشنز كتيره من اشهر الابلكيشنز بتاعته ان هو دايما بيتحط لما يكون في صوت بيتحط وراه ايزوليتور علشان يحميه من الريفلكشن. لو في ريفلكشن رجع عليه ما يغيرش الاوبريتنج بوينت بتاعت السورس او الامبليفاير اللي موجود قبله. تمام؟ فلو انا عايز اكتب الاس بتاع ده دي هتبقى 3 في 3 ولا كام؟ 2 في 2 تكتبها ازاي بقى؟ اول عمود لما الباور تدخل من 1 ما يطلعش حاجه في 1 ويرجع كله في 2. طب لو الباور دخلت 2 0 0 يبقى دي نون ريسيبروكال. ولاصي ولا لاصص؟ ده مجموعه بواحد بس ده مجموعه زيرو. بعد كده عملت قصر. هي الباور جايه كده ما رجعتش حاجه وما عملتش حاجه دي عملت فيها ايه؟ شفتها. طب السيكريتور ده راسي ولا راسي؟ بص لسه ليه؟ مجموع العواميد وحايد واي عمود في العمود اللي جنبه يدي كام؟ يدي زيرو كده. ده بزيرو ده بزيرو. كل الف لو ضربناها في اللي قدامها وجمعها هيطلع ايه؟ بصفار. احنا ممكن نثبت ممكن اسمعكم تجربوها دي ان اي 3 بول ديفايس عمرها ما تحقق ثلاثه بروبرتيز. ما ينفعش الاقي 3 بول ديفايس ريسيبروكال ولوسلس وانترنال ايماج.
يعني ما ينفعش تبقى على الدايجنال السكار وريسيبروكال يعني الاوف دايجنال ايرنس بتساوي بعض وفي نفس الوقت لوست. ما ينفعش. ممكن نثبتها ازاي؟ وهي كومبينيشن. نفرض ان في اثنين متحققين ونيجي نفرض ان الداتا كمان متحققه نلاقي ان واحد بيساوي صفر او اثنين بتساوي خمسه كده نلاقي حاجه ما تنفعش. فالاثبات بتاع ان الجمله اللي تحت المرتبه هنا يمكن انا كان الاثنين بورت ديفايسز او الاثنين بورت نتوركس ما ينفعش نحقق الريسيبروسيتي واللوسلس والانترنال ماتشنج كانوت بي ساتسفايد ايه؟ سايمنتينيس اثنين بس منهم يتحققوا بالبيتي. عايز احقق الثلاثه نعمل الديفايس عن الثري بورت تبقى فور بورت مثلا. ده واحد ده بزيرو خلاص خلص مش محتاجين نكمل. مجموعه ده ترجيع زي ده ترجيع واحد. ده ترجيع زي ده ترجيع بزيرو خلاص مش هكمل. واحد في كونديشن باظ. واحد من العوانين مجموع المربعات فيه لا يساوي واحد. بس ده مظبوط بزيتين باور الدورينج ديس فانكشن. الايزوليتور لو الباور جت ترجع من اثنين على واحد يضيعها جواه قبل ما تبوظ الكود رقم واحد. هو عشان اسمه ايزوليتور بيعزل الاطلب عن الابن. لو واحد اللي خارج من اثنين هو نفسه اللي كان داخل واحد بنكتب ان هنا واحد. لو كان الايزوليتور ده مش بيرفكت يعني بيأتنيويت شويه يبقى هتقول ان الرقم ده مش هنا واحد ومثلا 0.9 و.8 يبقى هو كده بيعمل بيرفكت ايزوليشن صح؟ لكن ايه البيرفكت كابلنج؟ طبعا هو بيضيع شويه باور وهو بيودي السكر ممكن يبقى في الرجوع بيعمل ايه؟ الرقم اللي هنا ده مثلا 0.001 مثلا اي حاجه هو الايزوليشن عنده 30 دسبل 40 دسبل 50 دسبل حسب الرقم. فين؟ ما هي مش واحد ايه؟ الايديا زيرو واحد زيرو زيرو تمام؟ نار ايديا ان الواحد ما يبقاش واحد والزيرو ده ما يبقاش زيرو. لما دخل باور 15 يطلع لي شويه في واحد. شويه دول كل ما يكون اقل كل ما يكون الايزوليشن بتاعه اكبر. عشان كده تبقى عايز ديفايس دي كوميرشال يكتب عليه مثلا ناقص 40 دي مثلا ناقص 60 دي مكتوب عليه كده هاي وايزوليشن بيساوي هاي هو مين؟ هو ده والسي اللي هو كابلنج اللي هو اس 2 ما ينفعش ايه؟ يبقى ده مش ايزوليتد ده شورت سيركت او يعني حاجه بتعمل الحاجه يعني تقعد رايحه كده فهرجعها تاني كده. معلش بس ده مش ايزوليتد بس حاجه تانيه ممكن يبقى انت كل ده ما ينفعش. انا عايز اعمل ديفايس تعمل كده. انا بقول اللي اسمه ايزوليتور بيعمل كده اللي اسمه سيركليتور بيعمل كده. ممكن اسمي حاجه تانيه اسمها كوازي سيركليتور اللي هو مثلا ايه؟ انا كنت محتاج في الابلكيشن بتاع الترانسميتر والريسيفر لو انا هدخل الباور هنا تطلع هنا لو انا هدخل الباور هنا ترجع فين؟ هنا. طب لو دخلت الثلاثة ممكن ما يفرقش معايا اخلي العمود ده كله صفار صح؟ انا بقول لو جالي باور من ثلاثة اللي هو الريسيفر مش فارق معايا بقى ضيعته. ده بافتراض ان الريسيفر هيطلع ايه؟ باور. فانا ممكن اقول لا انا هعمل حاجة اسمها كوازي سيركليتور اللي هو شبه السيركليتور يعني عند نفس العمودين دول بس العمود الاخراني ستار خلاص. لو جاي باور من ثلاثه ريسبكت اعمل لها ريسبكت. هو انا باخد كل بورت ولا كل بورت بيقرب من الجنكشن من اتجاه يعني انا بقول ادي البورت لما كانت الجنكشن عامله كده هو انا ادي البورت هنا انا ممكن اقعد اقرب بس ما اخش جوه الديفايس. الديفايس هي دي هي النقطه. ما ينفعش اقول اني هاخد الريفرنس بتاع بورت 1 بعد الجنكشن. ده انا قصدي الاثنين بورت يعني ممكن والبورت ده كده والبورت ده كده ما ينفعش نعدي الجنكشن. ده سؤالك ولا لا؟ لا مش هيساوي بعض. كان في فروق فيز بينهم بس انا هتكلم. انا عشان كده احنا استسهلنا وقعدنا عدد ايه؟ عدد الديفايس نفسه. فاكر هو ايه الشخص ما كانش يعني عشان وانا واقف عند البورت رقم واحد والاثنين دول ماشي يبقى اللي انا شايفه كام؟ زد نون
على 2. انا موصل ماتش النوت للبورد بس ده داز نوت جارانتي الماتش وانا ببص انتو على البورد مش لازم انترنال ماتش اللي انا بعمله انا بعمل اكسترنال ماتش بس ده ما بيضمنش الايه الانترنال ماتش والتاني هديك مساله نجرب فيها بقى احنا عايزين نعمل جانكشن بتعمل اللي انت بتقول عليه ده تمام جربوا تعملوه تمام بتعمل ايه تمام انتوا تعملوا ديزاين عايزين الديزاين هدي جانكشن that splits the power in the ratio k squared to 1 between port mean 2 and 3 when the power is a is fed into port mean port 1 وفي نفس الوقت احنا عايزين نعمل الديزاين تو جارانتي ايه تو جارانتي ان انا عندي انترنال ماتشنج عند بورت 1 هات بورت مين 1 يعني انا عايز اعمل ديفايس عايز اعمل جانكشن بحيث ان هي تعمل باور ديفيجن مش متساوي ما بين الاثنين برانشز فقط تمام لما ادخل هنا شويه باور يطلع لي باور هنا وهنا لو انا دخلت هنا بي 1 يطلع لي بي 2 بي 3 such that نسبه بي 2 على بي 3 كام؟ تي سكوير على 1 وعايز كمان ما يرجعليش هنا ايه؟ ما يرجعليش هنا حاجه يعني عايز بي 2 زائد بي 3 تساوي كام؟ دي هو بحيث ان ما يبقاش في حاجه ايه؟ ريفلكتد تمام؟ فانا عايز تجربوا تعملوا تحققوا الاثنين ريكوايرمنتس وطلعوا لي جانكشن ده بورت 1 وبورت 2 وبورت 3 بيعملوا ايه؟ مش هنقعد دلوقتي يعني هم فاهموا فيها بقى تمام؟ الحل بتاعها ده زد نوت وده الفا 1 زد نوت وده الفا 2 او الفا 2 زد نوت وده الفا 3 زد نوت احنا عايزين نطلع الفا 2 والفا 3 بحيث ان هم ايه؟ يعملوا الكلير تمام؟ فانا عايزين هنخلي دول بقى عن ايكوال كاركترستيك تمام بحيث ان احنا نعرف نعمل الباور سبيتنج ريشيو اللي احنا عايزينها ونجارنتي ان انا واقف هنا هعمل ايه؟ هعمل ماتشنج عند البورت وبعد ما نعمل كده بقى نجيب مين؟ هنس نعمل ايه بقى؟ هنس كاركتريت مين؟ بس لا انا هعمل الديزاين علشان احقق باورز تمام؟ انا مش واخد كاتباين فيز انا عايز بس باور سبيتنج ريشيو كذا عايزين بقى بعد ما نعمل الديزاين نستقر على الفا دي والفا دي او الزد والزد والزد يكون بكام؟ عايزين نحسب اس بتاع كل البورد تمام؟ الاس بتاع ماتريكس كامله تمام؟ لا انا عايز اكملها اناليتيك لما تبتدي تطبقها على البرنامج زي ما انت عايز الريفاي فاليديت الديزاين على البرنامج ماشي بس انت لازم تعمل الكلام ده دلوقتي مش هيكون اللي هتروح في الامتحان اوكي تسال يعني ناخد بيك خمس دقايق لكل اي بتساوي ايه؟ واحد واثنين وثلاثة تمام؟
وعايز كمان بورت 2 و3 يكونوا ايزوليتد. يعني ايه؟ يعني لو دخلت بره في 2 ما يطلعش حاجه من 3، ونفس الكلام لو دخلت حاجه في 3 ما يطلعش حاجه من 2. يعني عايز اس 3 2 تساوي اس 2 3 تساوي 0. تمام؟ هو عايز يعمل ديفايس يحقق ريكوايرمنتس. تعالى نحاول نفكر كده، نبتدي نحقق اي حاجه ونشوف هينفع نحقق الباقيين ولا لا. فلو احنا عايزين نعمل اول ريكوايرمنت، اول ادي زد نو، انا عايز الباور تتقسم بالتساوي ما بين بورت 2 وبورت 3، وفي نفس الوقت ما يرجعليش حاجه في بورت 1. نخلي دول عندهم كاركترستيك امبيدنسز كام؟ قد بعضه بيساوي كام؟ 2 زد نو، 2 زد نو، و2 زد نو. كده انا واقف باصص هنا هشوف ايه؟ هشوف 2 زد نود و2 زد نود بارلل، يبقى زد نود، يبقى انا كده عندي زيرو ريفلكشن عند بورت 1 لما يكون بورت 2 و3 ماتش، وعندي ايكوال باور ديفيجن ما بين 2 و3. وانا كده حققت المطلوب الاولاني، واول حته في المطلوب ده اس 1 كام؟ بزيرو. طب اس 2 هتبقى بزيرو؟ وانا واقف باصص كده شايف زد نود بارلل مع 2 زد نود، وانا واقف عند بورت 2 زد نود. اكيد زد نوت بارل مع زدتين زد نوت، مع زد نوت مع بارل زد نوت، بارل مع اتنين زد نوت ما بتساويش اتنين زد نوت، صح كده؟ يبقى ما عنديش ماتشنج وانا واقف عند بورت 2، ما ده ما ينفعش. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان وانا بلونش باور في بورت 2 اكيد في شويه باور هتروح لمين؟ بورت 3، يبقى الطلب بتاع الايزوليشن ما اتحققش. الحاجه الثالثه بقى ان مفيش حد بيعمل ديفايس عندها بورت امبيدنسز ان ايكوال ويبيعها في السوق ويقول له معلش انا هشتغل حط لي هنا 50 وهنا 100 وهنا 75. ما ينفعش. دايما الناس لما بتبيع كوميرشال ديفايس بتعملها عن سبيسيفيك امبيدنس ثابته. انا بقول الديفايس شغال على 50 اوم. ده شغال جدا. انا ببيع حاجه كوميرشال. فاهم ازاي؟ انت عايز عندك مشكله تروح عايز تحط 100 اوم ما تعديش فاين. نعم؟ لا لا انت كويس. بس انا لازم اسلم اليوزر ايه؟ اسلمه في النهايه بورت وقيمته كام؟ زد نو. ما ينفعش يبقى هنا حاجه وهنا حاجه وهنا حاجه. هحط بقى جوه ماتشنج، هحط اي حاجه مش فارقه، المهم ان انا ببيع الباكج اقول له كل البورتس دي عايزه كام؟ نفس الكاركترستيك امبيدنس، ها؟ 50 اوم، 100 اوم، 75 وات ايفر، طبعا النورم 50 اوم. تمام؟ كل المايكرويف سيستمز بتشتغل باي ديفولت عند كام؟ 50. فكل الديفايسز اي حد عايز يستخدمها بيبقى عامل حسابه ان الديفايس اللي هو هيوصلها ليها بعد كده هتبقى كمان ايه؟ 50 ايه؟ عشان تبقى الدنيا انتجريتد، كله شغال على 50 وكله ايه؟ متفقين. ما يجيش حد بقى يكسبني يقول انا هعمل حاجه ايه؟ شويه 50 وشويه 100 ما ينفعش الكلام ده. يبقى الديزاين ده فيه ثلاث مشاكل اهمهم اكشولي حكايه ان البورت امبيدنس مش ايه؟ مش متساوي. يبقى انا من الاصل اقول لا ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش. هو يمكن سيناريو ايه؟ انا عندي بورت زد نون والمفروض عشان نبقى ماشيين زي السوق بيقول بورت 2 وبورت 3 يبقى البورتس بتاعتهم ايه؟ زد نون. وعايز اعمل اي حاجه في النص عشان احقق المقاليد دي. هو قال عامة انا عايز اوزع الباور ما بين هنا وهنا، خلاص امرنا لله لازم نعمل ايه؟ تفريع. التفريع هنختار طولها قد ايه؟ هنشوف. هو اختار ان الطول بتاع دي يكون لندا على 4. فين الديفايس؟ الديفايس مين؟ هي دي صح؟ واللي طالعين دول هم مين؟ البورت. تمام؟ كويس. يبقى الديفايس بتاعه قال حل هنا في لاين دور لندا على 4 وعنده سام ان نون كاركترستيك امبيدنس. ده ديزاين بارامتر. ده احد ديزاين بارامترز بتاعته عشان يحقق دول. لو احنا سبناها كده بس انا ضامن ان لو الباور جاي من هنا هيتوزع بالنص، وممكن اظبط ذات علشان وانا لو جاي كده الباور جاي كده ما يقدرش حاجه. هنشوف هنعمل ايه وقت. بس عندي ديزاين بارامتر ممكن يفضل لي ايه الحكايه دي. عشان التماسك. تمام؟ بس في ريكوايرمنت تاني ناقص ان انا عايز لما انزل الباور هنا ما يرجعليش حاجه. فانا عايز اطمن ده وانا عندي ديزاين بارامتر زد انا مش عارف هي بكام وانا هحقق اختارها بحيث ان هي تحقق ايه؟ ان اللي راجع يبقى بزيرو. طيب وانا واقف ابص كده بعد ما
الاوثوريتي دي الريسبكت بتبقى كام؟ عايز اولا اتنين ما تكلمش تلاته صح؟ المنظر ده انا ضامن ان اتنين ما تكلمش تلاته اكيد اتنين لو دخلت بيها باور هتيجي منها شويه فين؟ عند تلاته فقال خلاص نزود حاجه كمان تعالوا نزود ريزيستنس واحاول اختار قيمه الريزيستنس دي بحيث ان لو جت باور فكرت ثاني ترجع عند بورت اتنين تروح كلها عند بورت مين؟ واحد ونحاول نختار الار بحيث ان هي تعمل ايه في الار؟ تشكرها قبل ما توصل لبورت تلاته لو انا ضمنت ده من ناحيه اتنين هيتحقق برضه من ناحيه تلاته وايرس البروسس يبقى هو كده انا عندي اتنين ديزاين بارامترز قيمه الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الاستاذ ده وقيمه الار دي لو ما عرفش يحقق الريكوايرمنتس دي بالاثنين دول زود بتاع كمان صح؟ هو عنده ديزاين كونسترينتس عنده ريكوايرمنتس حط اثنين ديجريز اوف فريدم ممكن دول يكفوه ممكن ايه؟ ما يكفوهوش فيعمل ايه؟ يحط حاجه كمان يحط رابعة من هنا اي عميل ده تمام؟ ايه بقى سالفه؟ لا هو اختار ان هي لا علشان كده الاستاذ اللي كان حاول يعمل الديزاين عمل ايه؟ علشان ما تبقاش طويله قوي جا كده عمل الحته اللي هي النقطه على اربعه من فوق من تحت عملهم مقوسين علشان يقربوا من بعض فوق فيقدر يحط ايه؟ نقطه قلب تبقى مش كبيره تمام؟ فهمت؟ هو انا ليه لما ببص من بورت 2 ليه ما اقدرش غير الريزستنس دي او كده انا ما بشوفش لا عكسيتنا الجايه من هنا خلاص؟ جزء منها هيمشي كده هيتفرع جزء يروح لزيت موت وفي جزء هيروح كده ممكن من غير دي ينفع والله اعلم مش عارفين بس ايه اللي يخلي الباور لما تيجي هنا تروح عند ده بس وما تروحش عند ده؟ مفيش حاجه معينه توقفه هو قال خلاص لو حط دي يمكن يكون اللي يحط دي هنا غلط يمكن يكون المفروض يحط واحده كده وواحده كده ما اعرفش فهنتدرب هو جرب التجربه دي ومشيت معايا الحمد لله تمام؟ ايوه هو حضرتك قلت ان حتى لو في حاجه عندنا امل هنجرب برضه مفيش اي رقص ما بنعمل سايت الديزاين يا جماعه مفيش كتاب نفتح كتاب كده انا عايز اعمل ديزاين كده اي بيقول لي بيعمل ايه الديزاينات دي بتبقى عباره عن ايه؟ اجتهادات ناس عندها خبره في الديزاين فبيبقى عارف ان هو ممكن يعرف يعمل اللي هو عايزه بشويه الالمنتس هينفع ولا مش هينفع الله اعلم بيجرب اي حاجه زي ما احنا حطينا الاثنين الالمنتس واحد سيريز واحد شنطه صح؟ جربنا انها اشتغلت فعملنا لها تيوري قلنا مش عارف جذب الترجيع بتاع مش عارف كام جذب كده فطلعنا لها فورمولا فعملنا حاجه اسمها ديزاين ايه؟ فورمولا هو جرب يقول ده ديزاين ده احد الاقتراحات محدش قال ان ويلكنس باور ديفايدر هي الديفايس الوحيده في العالم اللي ممكن تعمل الثلاثه ريكوايرمنتس دول لو حد عنده تاليفه ثانيه يقول مفيش مشكله جربوا انتوا الفوا حاجه ثانيه اللي هو الفوا اسمها اسم اي سؤال حاجه اسمها يوسس باور ديفايدر نعم؟ الديزاين ده سليم؟ يعني ايه سليم؟ ما مش عارف انا هجرب هو معاك خلاص؟ حد عايز يسال حاجه ثانيه بس غير انا هجرب معاكم؟ الباور ايه؟ جايه من اثنين. يمكن بس انا مش عايز يحصل التكشف. انا عايز كل الاس 1 و 2 و 3 يطلعوا سبار. لا ايزوليشن ما بين الاثنين بورتس معناها ان اس 3 2 ب 0 اس 2 3 ب 0 مفيش كابلنج ما بينهم. تمام؟ نعم؟ هنشوف هنجرب هو بص يا الديزاين زي المهندس بيجي بالخبره ها يا اما الواحد يقعد يجرب اي كلام لان هو ما عندوش خبره يا اما الواحد عنده خبره عارف ان غالبا الحاره بتاعتها دول بالمنظر ده هو بيقترح ايه؟ بيقترح حاجه اسمها توبولوجي يقول انا هقترح المنظر ده وغالبا الحاره حققت الريكوايرمنتس بالمنظر ده اه ولا لا ممكن يبقى ممكن يبقى بس كل ما الواحد عمل ديزاينات كتير كل ما يبقى عارف
اللي انتوا اخدتوا كورسات الكترونكس كتيره كده لو حد يروح عامل البلد بيرو بتعرف تعمل البلد بيرو صح؟ وصلت فوق ده مش عارف عرفت ازاي وتختار الريشيو بتاع الدبليو على الدبليو كام عشان مش عارف تعمل ايه فلما يكون واحد عمل الحكايه كتير بيعرف يعمل محدش عارف ده الديزاين الوحيد بس هل الديزاين هم 1 1 بروبس في 20 ديزاين ممكن يعملوا نفس الريكوايرمنت ده يا سماعه سميناه ويب احنا اسم الراجل فاهم تبتدي بقى اشتغل فيه تبتدي اشتغل فيه وبعدين اعمل اساس عايزين ده تزيل ده ريكواير تمام طيب اس 11 يبقى احط هنا ماتش سورس زد نود ونحط هنا ايه ماتش نود زد نود وزد نود نعم كم ايه انا عايز اشوف كده اه تمام لو احنا شغالين قطر بي 1 اس اي 1 زد نود على بي 1 زد اي 1 زد نود ناخد اي 1 مشترك فوق ده مش كده يبقى بي 1 على اي 1 زد نود على بي 1 زد اي 1 زد نود بي 1 على 1 هي 60 1 يبقى الكلام ده هيطلع يساوي كام؟ زد 1 ناقص زد نود على وبعدين الكلام الايه؟ اللي هشام بيقول احنا عايزين زد 1 دي كام؟ حد فاهم مخصوص دي زي الجروب هي بس عملناها 5000 مره تمام؟ زد 1 دي عايزينها تبقى كام عشان ده يبقى زيرو؟ انا عايز زد 1 زي زد 2 هي زد 1 بكام بقى؟ وانا واقف باصص كده شايف فرعين بلد شايف فرع كده وشايف فرع ايه؟ كده يعني كلمه زد 1 بتساوي زد 1 ابر بارل مع زد 2 زد 1 ايه؟ لور انا عايز اديني عايز اي واحده فيهم من التناسب تساوي كام؟ اي واحده فيهم عايزها تساوي 2 زد 2 طيب هي زد ان 1 ابر دي بكام؟ زد ان 1 ابر دي بتساوي كام؟ وانا واقف باصص هنا شايف ايه؟ شايف ترانسميشن لاين 2 رن على 4 منتهي بزد نوت وار ار دي منتهيه بزد نوت والترانسميشن لاين 2 رن على 4 هلاقي نفسي رجعت فين؟ نفس نقطة برضه يرفع على ايه؟ وهي نفسنا كده تمام كويس جدا يبقى انا اللي بسال ايه اه وبعد اسمه بعد اوكي عمر بيقول ايه الدايره دي فيها سيمت فيها ايفن سيمت اللي هو انتوا ساعات بتسموه كومن مود كده بس ده مش كومن اللي ما عندش اثنين سورس هي فيها ايفن سيمت يعني جهد النقطه اللي فوق هنا زي جهد النقطه دي والالف دي هاي ترانسميشن هاي ولا لا؟ عليها جهدين متساويين ما هيبقاش فيها ايه؟ زيرو كارت يبقى جهدها من عدمه ممكن نفتحها كده صح؟ انها مش موجوده ممكن نشيلها خالص ما تفرقش حاجه في الاوبريشن بتاع الدايما لما تكون اكسايتد عند بورت رقم واحد يبقى نرجع تاني بقى زد 1 هي دي بارل مع دي واللي فوق دي هي ترانسميشن لاين 2 راند على 4 منتهي بمين بقى؟ زد 2 بس مفيش حاجه تانيه خالص يبقى قطعنا الايه؟ اللفه دي يبقى كلمه زد 1 ابر هي زد تربيع على مين؟ ليه زد تربيع؟ عشان ده لندا باي فور ترانسفورم في نهايته زد نو احنا عايزين ده يساوي كام؟ 2 زد نو يبقى ينفع الديزاين بارامتر الاولاني زد بتساوي جذر 2 زد نو وده هيؤدي الى ان الكلام ده بيساوي كام؟ 0 يبقى اول ديزاين بارامتر نكتبه بقى على طول نثبته ها؟ جذر 2 زد نو جذر 2 زد تمام؟ طيب في نفس الكونديشنز نقدر نحسب اس 2 1 واس مين؟ واس 3 1 صح؟ اس 2 1 بكام؟ بي 2 على اي 1 لما اي 2 واي 3 بيساوي ستار الكلام ده بيساوي بي 2 ناقص اي 2 زد نود على بي 1 زائد اي 1 زد نود صح كده؟ ناخد مين مشترك؟ البي ولا الواي؟ ناخد البي ليه؟ Oh, it's not.
دي في 2 مع بعض برضه واي دي في 3 مع بعض. ايه الميزه بقى ان ناخد اي حاجه فيهم دي اي ميزه للفولتج هنكرر؟ مفيش. لان ده ما بين ده وما بين ده ترانزميشن لاين نفس الكلام بالنسبه لي مش فارقه حد ده ولا حد تمام. عايزين ناخدوا ده وناخدوا ده زي ما عايزين. انا هاخد الكارنت ممكن تجربوها انتوا بالفولتج. انا هاخد الكارنت مشترك فيطلع في 2 نوت على اي 2 نوت الزد نوت على في 1 على اي 1 زائد زد نوت وفي قاعد هنا بره هنا مين؟ اي 2 على اي 1. مين في 2 على اي 2؟ اللي هو الفينس وانا رايح لا مش الفينس في 2 على اي 2 مين؟ نوت الزد نوت. دي هي ناقص زد نون دي هي مين؟ زد مين؟ 1 اللي احنا طلعناها اصلا عنها بكام؟ احنا اكبرناها ان هي تبقى بكام؟ لا دي زد دي زد اللي هي بتاعت كانت مشان انا خليت دي كده علشان اخلي دي بكام؟ زد نون. حلو جدا. يبقى الكلام ده هيطلع ناقص زد نون ناقص زد نون يبقى ناقص 2 زد نون على زد نون زائد زد نون بكام؟ ب 2 زد نوت مضروب بكام؟ اي 2 على اي 1 اللي هي بتساوي ناقص اي 2 على اي 1. عايزين نجيب الريشيو عشان نبقى جبنا مين؟ عشان نبقى جبنا اس 2 1 تمام؟ يا ريت دي 2 على اي 2 هي دي 2 على اي 2 دي بقى في حاجات كده بقت احتضار. البورت اللي عنده لود نسبه الفولتج الكارنت فيه هي ناقص اللود اللي واصل له اللي هو مين؟ الماتش دول في الحاله دي تمام. خلاص يا زي الست دي كده حاجات زي ما تفكروش فيها خلاص تمام والا مش خلاص يعني لازم نلعب على طول. فده فور واصل له لود نسبه دي على اي عنده هي مين؟ ناقص اللود اللي هو في الحاله دي يبقى ماتش اللي هو انا شغال بحسب السكاتنج كارنت. في على اي عند البورد اللي فيه السورس هي مين؟ الانبوت امبيدنس اللي انا شايفها عند الريفرنس بلين بتاع البورد ده. هي فين الريفرنس بلينز هنا؟ افتقدت ان هي كده مختلفه. هي فين؟ عند الديفايس عند بدايه الديفايس هنا وهنا وهنا دول الثلاثه ريفرنس بلين تمام. كويس. عايز احسب بقى اي 2 على اي 1 مين اي 2؟ اي 2 الكرنت اللي داخل على البورد عند الريفرنس بلين. اي 1 هو الكرنت اللي داخل على البورد عند الريفرنس بلين. طيب لما كنا حاطط السورس هنا واحنا مطيرين الار دي اي 2 علاقته ايه بالكرنت اللي في بدايه الترانسميشن لاين هنا او في نهايته هنا؟ هو نفسه اللي مفيش نود النود الثالث. طيب والكرنت اللي اسمه اي 1 ده علاقته ايه بالكرنت اللي في بدايه ده؟ لما يبقى ده هو نص اي 1 ناخد المساله دي لوحدها بره تمام؟ معلش هستخدم البتاع اللي هناك. بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا ترانسميشن لاين كده هنا في كرنت اسمه اي 2 وهنا في كرنت اسمه نص اي 1 وقدامه ده مين؟ بزيت نوت. وانا عايز اجيب نسبه ده لايه؟ اي 2 عايز اجيب اي 2 اس 2 1 اللي هي بتساوي ناقص اي 2 على اي 1. نعمل ايه بقى؟ بس شفت على طول غلط. دي لمده على بعض يعني لو جينا ما اعرفش بقى مين مينيموم مين ماكسيموم ولا اي حاجه. لا ناخد محاول زد ونقول ادي عندي هنا حاجه اسمها اي اوف زد. اي اوف زد بيساوي كام؟ ثابت على كاركترستيك امبيدنس اللي هي زد صح؟ مضروب اي تو ذا ماينس جي بيتا. اللي عايز يكتبها حاجه هو عارفها بزر ولا مش بزر دي ما جاش ما عنديش مشكله. ما يغلطش تمام؟ هعملها معاكم بالراحه. اي تو ذا بلس جي بيتا زد تمام؟ مين جامع؟ بدل ما انا واخد المحاور عند اللود اللي هي جامع بتاعت اللود يبقى جامع دي بتساوي كام؟ اللود ناقص ده اللي هو جذر 2 زد نون على زد نون زائد جذر 2 زد نون صح كده؟ تمام يعني واحد ناقص جذر 2 على واحد زائد جذر 2 يبقى نرجع لده على طول يبقى ناقص اي 2 دي اللي هي مين؟ اي 2 علاقتها ايه باي اوف زد؟ ماينس اي اوف زيرو صح؟ يبقى دي ماينس اهي بره وتبقى الاخيره تحت اهي ماينس وبعدين ماينس اي اوف زيرو على اي 1 مين اي 1؟ هي الضعف اي اوف ماينس ثاندر على 4 مش كده؟ يبقى اي 1 هي الضعف اي اوف
ماينس كام؟ لاندا بار، تمام؟ طيب يطلع كام بقى؟ يجيب ماينس مع ماينس باي، باي اوف زيرو اللي هي كام؟ نعوض هنا زد بزيرو، طبعا جاي على زد دي احنا عارفين ان هي هتصير فوق وتحت عشان ينزل التيار للتيار، صح؟ ومش مهم دي طيارة خالص. يبقى باي اوف زيرو اللي هي واحد ناقص جاما على اثنين في مين؟ باي اوف ماينس لاندا على اربعة، حط هنا ناقص لاندا على اربعة مع اثنين باي على لاندا يديك ده بلس جي باي على اثنين اللي هي مين؟ جي زائد او ناقص ناقص جاما ودي هتبقى ناقص جي تبقى زائد برضه ايه؟ جي فيطلع الكلام ده واحد على اثنين جي واحد ناقص جاما على واحد زائد جاما نحط دي مره هنا ومره هنا يبقى عندنا واحد على اثنين جي وبعدين انت فوق وتحت في واحد زائد الجاز ناقص واحد ناقص الجاز على واحد زائد الجاز زائد واحد ناقص الجاز يطلع كام؟ الواحد يطير مع الواحد وجذر 2 كتير مع جذر 2 يطلع 2 جذر 2 فوق على 2 تحت يبقى اكن النتيجه تطلع جذر 2 على 2 جي تمام؟ طيب انت عايز عايز انا باي طريقه انا هقول لكم الطريقه دي سبيد فورد عايز يكون مصدر وفي جي عشان تجيب الشيب زي ما انت عايز بس انا بقول خلاص معناها ان الريف بيس خلاص ما شاء الله في جاز فوق وتحت الاثنين زي بعض عشان البولت امبيدنس متساوي. لا البولتس كلها زد نقطة. البولتس انا ماليش دعوة بالجوه الديفايس. البولت كله زد نقطة عشان كده غيرنا النزول ده. يبقى احنا كده عملنا ايه يا جماعة؟ ركز شوية ركز شوية كان لسه الحتة الصعبة جاية. كل ده مهرج يعني. اوكي؟ يبقى احنا كده جبنا اس 1 ب 0 او ريكوايرد اس 1 ب 0 وبالتالي عملنا ديزاين يخلي اس 1 ب 0 طلعت اس 1 بناقص جي على جذر 2 اللي هي جذر 2 على 2 جي تمام؟ كويس اس 3 1 بكام من غير ما نحسب؟ اس 3 1 اللي خارج من 3 لما يكون الباور داخله في 1 هي نفسها اللي خارج من 2 لما تكون الباور داخله في 1 ده مش باي بروبرتي ده باي ريسبروستي ولا باي سيمتري ده باي انسبكشن by inspection of the symmetry in the circuit. تمام؟ لكن مش بالسيمتري بروبرتي. تمام؟ يبقى اس 3 1 هيساوي اس 1 by inspection يبقى انا جبت اول ايه؟ اول عمود. تمام؟ اول صف. by reciprocity هو نفسه مين؟ اول عمود. صح؟ ده اللي ذكره انا مش ذكره في ترانزستور زي ما قعدت كده اي حاجه. يبقى انا عارف ان اول عمود اول صف زي بعض. عايز بقى اكمل بقيه الريكوايرمنتس، عايز اس 2 2 تبقى صفر. واس 3 3 تبقى صفر وانا متاكد ان لو ظبطت الكورت 2 كورت 3 هيحصل لها ايه؟ هيظبط الكلام تمام؟ تعالوا نعمل ايه؟ نشتغل على كورت رقم ايه؟ رقم 2 طيب عندها بالظبط كده هي اللي بتضايق بقى هيبقى هنا ده ناتش نفسه احسن عشان نشتغل على الرقم ده الصور ده هو زد نوت ده زد نوت جذر 2 زد نوت وادي المقاومه ار 4 زي ما هي والاخ ده عنده زد نوت هنا والفورت ده كمان احط له ايه؟ زد نوت وعايزين نخلي اس 2 2 يساوي كام؟ عايزين اس 2 2 يساوي 0 عشان نحقق الريكوايرمنت ان الديفايس از انترنالي ماتش عند كل الفورت يبقى الكلام ده بيساوي دي 2 على دي 2 اللي هي بتساوي مع الرقم كتير مش كده؟ دي 1 بتساوي دي 3 بتساوي 0 زائد 2 2 ناقص زد نوت على زائد 2 2 زائد زد نوت مين زائد 2 2؟ وانا واقف باصص هنا عند الريفرنس بلين شايف ايه؟ ده قرر مع ده وبعدين ده عباره عن ده قرر مع ده وبعدين الاقي نفسي لفيت ورجعت لنفس النقطه مين الفوكل جراوند؟ عايز تعمل ايه بقى؟ يبقى انت عايز تحط ده جراوند؟ زي اللي انت عايز اسمه ايه تاني؟ عمر بيقول احنا عايزين مفيش باور توصل لدي فانا عايز احط هنا جراوند. طب مين قال؟ صح طب قال؟
هو بيقول انا عايز سكيل كوايرمنت ان ده يبقى وان كابل مع ده، وبالتالي انا عايز احط هنا عدد، يعني المفروض ان ار دي تخلص كل الباور، وبالتالي ازاي خلصت كل الباور معناها ان مفيش باور هتوصل لمين؟ لزد نود. ايه اللي يضمن في السيركت ان ما يوصلش باور لدي؟ ان يبقى هنا في ايه؟ يبقى هنا في نوتشر جامد، صح الكلام؟ صح ولا غلط؟ انا بقى بحصل كلام بس ما اقولش صح. غلط، ليه بقى؟ ايه؟ مفيش عشان فيرتشوال اكس، هو بيقول كده، هو بيقول لازم هنا في جراوند، لازم في فيرتشوال جراوند هنا عشان الكلام ده ينفع. نعم؟ هي حاجة لازم يمشي فيها كارت عشان تضيع الكور كلها قبل ما توصل للبورت التالت. لا هو الكلام ده كله صح، دي طريقة حل تانية، تاني بعد كده اسمها فرديكا، اوكي؟ دي طريقة حل تانية، إن أنا هريكواير عشان دي اوريز، دي طريقه حل، بس دي طريقه حل بين سبيشال وتنفع في مسائل شبه الدي فور ديفايسز اللي في الريبورت بورد ساعات بتفيد. تمام؟ لا دي بتنفع، لا في الفيرتشوال دي هيترنيت عنده. اوكي؟ هي مش فكره ان هو هيترنيت عنده ولا لا، هي فكره ان انت لو كان ده فيرتشوال جراوند واللوب ده ما بين جراوند حقيقي وجراوند فيزيكال او فيرتشوال فيزيكال يبقى مفيش فرق ماشي في البور، فكده خلصت الموضوع، سواء ده خلص عنده ولا خلصش عنده مش فارقه. نعم؟ لا هو فيرتشوال، انا مش بحطه. طيب ده حل، بس ده حل فيري سبيشال للمساله دي، ما ينفعش كطريقه حل جنرال. تمام؟ ايه الحل الثاني بقى؟ خلاص انت الحل بتاعه بقى كارنت هيروح في النود ده فعلا، بس هو بيروح في النود اللي خلي البورد جنابسي، فما فيش كارنت حقيقي بيمشي كده، هيروح في الفيرتشوال جراوند وهيروح في الـ. يعني ايه بيروح في الفيرتشوال جراوند؟ يعني بيبقى انسبيت في ار وبيروح في الجراوند بتاع بورد رقم 1، مفيش حاجه هتوصل الجراوند بتاع بورد رقم 3. تمام؟ خلاص؟ نعمل ايه بقى؟ ما انا مش عارف احسبها، ما انا مش عارف احسبها عشان اسويها هتسيبها. نعم؟ انا عايز اعرفها وياك ازاي، انا بقول انا عايز اعرف ار بكام بحيث ان زد دي الاثنين تساوي زد نور، انا مش عارف اساسا اكتب اكسبريشن لزد دي الاثنين. انا مش عارف اعملها، عايز كان يقول لي اقول اختراع، يعني ايه اخلي رقم بين زد دي؟ ار على 2 وار على 2، بالظبط ما تحاولش. ار على 2 وار على 2. ها جيت بقى كده، ده فرق اللي مع ده، النقطة دي فرق اللي مع ده، هنا ده فرق اللي مع ده، كانت دي نفس النقطة. استفدت إيه بقى بالاسم؟ كويس أنا عرفتها، أنا هسألك استفدت إيه بالاسم؟ ما استفدناش حاجة. أيوة. زد ستار ينفع للنمبر تالنتس. مفيش تحويلة اسمها زد ستار في البرزنتيشن لاين تالنتس. تمام. ها في اقتراحات تانية؟ مفيش اقتراحات. طيب الاقتراح اللي الناس عملوه حاجة اسمها إيه؟ الايفن والرود مود اناليسيس، او انتوا اخبار من الكرايس اسمها ايه؟ الكومن مود والديفرنشال مود، صح؟ نعمل ايه بقى؟ هنقول السورس ده هقسمه لاثنين سورس، الاثنين دول ان فيز، كويس كده؟ والسورس اللي تحت في سورس تحت، والمشكله كده ان مفيش سورس تحت في سورس فوق، ومفيش ايه؟ واحد تاني تحت، فانا مش عارف اعمل اللعبه بتاعت ان هنا هطير في تحت بروك من الخامات اللي عملناها لما كنا حاطين السورس فين؟ هنا. تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ نظبط السورس تحت. بس ماله بقى؟ نحط اثنين بس ايه؟ عكس بعض، بلس ماينس وماينس بلس. الجهد هنا كام ما بين الاثنين دول؟ زيرو، كنا بنلعبهم ومش فارق حاجه. ودول مجموعهم هو دي نون اللي هي السورس بتاع ايه؟ الفولتج بتاع السورس الاصلي، ده دي نون على اثنين وده بيموت على ده. طب نعمل ايه بقى؟ ناخد الدايره دي ونقسمها ايه؟ ونقسمها نصين. تمام؟ ونعمل سوبر بوزيشن ما بين النصين، نص اسمه الايفن او اللي انتم بتسموه الكومن، ونص تاني ايه؟ الاد. هنشغل مين في الايفن؟ نشغل الاثنين اللي زي بعض، ده على تمام؟ يبقى في الايفن مود هشغل ايه؟ هشغل الاثنين اللي لهم نفس البولاريتي. تمام؟ وفي
بالاوتبوت نشغل دي العكس بقى كده ماينس بلس هنا وتحت فيه ايه او ده بلس ماينس قصدي وتحت هو اللي عامل ايه الماينس والبلس تمام وبعدين نقول اذا كان هنا كان عندي مش عارف ايه 1 وبي 1 وهنا عندي مش عارف ايه 2 ايه وبي 2 في الاخر هيبقى عندنا هنا في حاجه اسمها ايه ايه 2 ايفن ومين وبي 2 ايفن صح كده وهنا هيبقى عندنا مين ايه 2 هات وراجع مين بي 2 هات يبقى بالتالي اس 2 2 اللي هي كانت بتساوي بي 2 على ايه 2 دي هتساوي مين بي 2 ايفن زائد بي 2 هات على اتنين ايفن زائد اتنين اوت يبقى احنا هنشتغل على الاتنين سيركتس دول بحيث ان احنا نحاول نطلع الاس اتنين اتنين بطريقه او باخرى تتعزيل بس على دايرتين على مرحلتين مرحله اسمها الايفن ومرحله اسمها ايه؟ الاوت تعالى الاول نشتغل على الايفن الايفن سهله لان احنا لسه عاملين دايره شويه ايه؟ ايفن مش كده؟ حصل فيها ايه في دايره الايفن دي؟ في الايفن سيركت ايه اللي حصل؟ بالظبط كده المقاومه اللي هنا دي بقت اكنها ايه؟ مش موجوده تمام؟ طيب انا وانا بطلع الباور هنا اللي هي اسمها ايه دي ايفن هيرجع لي باور هنا قد ايه؟ لو رجع لي هنا باور معينه حاجه من اثنين لو الباور دي كانت زيرو يبقى انا عايز كمان الرد يبقى بكام؟ زيرو لو رجع لي هنا اكس هبقى عايز يرجع لي كام في الناحيه بتاعت الرد؟ ناقص الاكس تعالوا نشوف راح يرجع لي هنا كام؟ نعمل ايه بقى؟ انت قلت دي حطيه وانا واقف باصص كده عايز اعرف الامبيدنس اللي انا شايفها هنا كام؟ كونفيرد للزد مود بتاعت الكود. وانا واقف باصص كده شايف ده منتهي مش عارف ايه وبعدين ده لقيت وش مين؟ سورس ما ينفعش يجيب انبوت امبيدنس والاستاذ ده شغال وما ينفعش حد اللي حاطط فيه. لان انا بحسب الامبيدنس اندر الاكسيتيشن ده فلازم احسبها كايه؟ كدرايف بوينت دي ما ينفعش نحسبها واحنا حاطين ده. نعمل ايه بقى؟ نعم؟ لا انا عايز اعرف احسبها ازاي مش اشوف كام؟ ازاي كده اشوف ديش ما ينفعش؟ ما ينفعش تزيد انبوت 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 وبعد كده نيجي نعمل هنا كده نقول كان عندي هنا 2 زد نوت و2 زد نوت دول مع بعض يدينا كام؟ زد نوت الجهد بتاع اي نقطه فوق زي الجهد بتاع اي نقطه تحت يبقى جهد النقطه دي زي جهد النقطه ايه؟ اللي تحت الوسط ما بينها بسكه بس عشان هما الاثنين لهم نفس الجهد مفيش تيار هيمشي فيه بالسكه يبقى ممكن افتح ايه؟ افتح دي كده لكن الخط ده كده هيبقى خط اوبن سيركت تمام؟ ايه؟ دي ايفن دي ايفن يعني اي فولتج فوق نقطه من الرايت تحت عندها نفس ايه؟ نفس الفولت في نقطه هنا غلسه شويه النقطه دي هي نفسها الرايت نفسها خلاص؟ فانا هكبرها شويه هكبرها ازاي؟ هعملها نقطتين واوصل ما بينهم بسلكه غيرت حاجه وغيرت حاجه انا عارف ان الجهد بتاع دي هو نفس الجهد بتاع دي وكل النقط اللي فوق الجهود بتاعتها زي النقط اللي ايه؟ اللي تحت، يبقى ممكن نحقق لو فتحت في مش حاجه حاجه تضايق. شايف نفس الجهد؟ في تيار هيمشي السكه دي؟ مفيش، التيار كله لما يجي هنا هيمشي ايه؟ يكمل، ايه اللي ينزله تحت؟ ما هو ده نفس الجهد، مفيش حاجه هينزل تحت، تمام؟ يبقى هيكمل كده، يبقى انا لو انا فتحت دي او سبتها مش فارق معايا حاجه. يبقى انا واقف كده شايف الامبيدنس كام بقى؟ ترانزميشن لاين 2 لاندا على 4 منتهي بكام؟ 2 زد نوت جت منين 2 زد نوت؟ فصلت الكون ب 2 زد نوت بدل مع 2 زد نوت عشان ينفع يجيب ايه؟ حاجه كده ونقطع الدايره بالنص تمام؟ مش هتبقى متماسكه فوق ده يبقى الانبوت امبيدنس عند بورت 2 ايفن بتساوي كام؟ بتساوي تحت في 2 زد نوت وفوق في جذر 2 زد نوت ايه؟ بتطلع كام؟ يبقى الكلام ده يخلي بي 2 ايفن بكام؟ انا واقف عند بورت زد نوت وشايف البيدن زد نوت يبقى هيرجع لي حاجه يبقى دي بزيرو حلو جدا
يبقى بي من اي اف بزيرو من غير ما احتاج مين؟ من غير ما احتاج ار. يبقى ايه لازمتها بقى؟ هتشتغل فين؟ في الارض. ايه اللي يحصل في الارض؟ اللي يحصل في الارض ايه بقى؟ تمام صح كويس. يعني ايه بقى مود؟ يعني كل نقطه فوق النقطه اللي قدامها تحت اخبارها ايه؟ لو هنا في عندنا حاجه بلس دي اكس هنا هيبقى ايه؟ ماينس دي اكس صح؟ وهنا عندي ايه؟ السورس اللي بولاريتي بتاعته معكوسه بالنسبه للسورس اللي فوق وهنا عندنا ايه؟ في ماتش تو. كويس. اذا كان الجهد ده هو ناقص الجهد ده يبقى الجهد اللي في نص المقاومه بيساوي كام؟ زيرو. يعني كان في فيرتشوال جراوند ده يبقى ممكن احط هنا ايه؟ ار. تمام؟ نعمل ايه في اللي هناك؟ هنا بقى انا حاجه عند اي نقطه في الخط ده اي نقطه موجوده في خط التماشي تبقى ايه على طول؟ جراوند. يبقى هنا هيبقى في جراوند. محتاج اعمل حاجه دي طارق خلاص بسبب دي الفيرتشوال جراوند. يبقى انا واقف باصص كده بقى شايف الامبيدنس كام؟ ار على 2 بارلل معاه ترانسميشن لاين طول لاند على 4 منتهي بشورت سيركت. يبقى انا واقف هنا شايف كام؟ شورت سيركت بعد لاند على 4 كده اوبن سيركت. يبقى انا واقف هنا بقى شايف اوبن سيركت. انتوا مركزين ولا كده؟ انتوا مركزوا قوي. نسكت بس نبطل زمن. قال دي عقل بس قولها وبعدين يا جماعه بس. وانا واقف باصص كده شايف ار على 2 بعديها ار جت منين الار؟ عشان الار سيف. هنا اي بوينت فوق زي تحت يبقى اي نقطه في النص لازم تروحها في الاخر يبقى كام؟ زيرو. النقطه اللي هنا دي بقول ان هي رقم الزائد والناقص بتاعه ما يجروش معايا. ان هي بتبوست هي نفسها بالنيجاتيف يبقى لازم تبقى ايه؟ زيرو. دي كمان ايه؟ فيرتشوال جراوند. تمام؟ كويس. وانا واقف باصص كده شايف الدراع ده فرق مع الدراع ده، الدراع ده فيه كام؟ ار على 2 والدراع ده زد اللي هي جذر 2 زد نون منتهيه بكام؟ بشورت سيركت وهي طولها راند على 4. يبقى انا واقف باصص كده شايف كام؟ بعد راند على 4 الشورت بتبقى اوبن. يبقى المحصله بقى كام؟ اوبن سيركت فرق مع اي حاجه لمين؟ الحاجه. يبقى دي كنت دي اللي انا شايفها هنا هي ار على 2. انا عايزها تبقى بكام؟ ليه؟ عشان الايفن مود ما كانش عامل ريفليكشن فانا كمان عايز الاوت مود ما يعملش ايه؟ ما يعملش ريفليكشن. فانا عايز ده يبقى زد نوت يبقى اكيد ار بكام؟ ب 2 زد نوت. كده كده خلصنا الديزاين. لا بس نتاكد ان الاخر مكتوب من تحت اللي هو مين؟ اس 2 3 اللي هو ايزوليشن. هل الاثنين بورتس دول كانوا بيتكلموا بعض خالص في المود ده وفي المود ده؟ يعني اذا كان بي 2 ايفن بيساوي زيرو يبقى بي 3 ايفن بكام؟ زيرو بالسيمتري. وهنا بي 2 اد بيساوي كام؟ زيرو برضه لان في ماتش. يبقى بي 3 اد بكام؟ يعني اكيد الاثنين فورس دول كومبليتلي انكابل سواء في الايفن مود او في الاد مود. يبقى اكيد من غير ما احنا نحل اس 2 3 او اس 3 2 بكام على طول؟ بصفار. يبقى اكن اللي بيحصل ان لو انا بدخل باور هنا المقاومه دي نصها هيعمل ايه في الباور؟ هياكل الباور. تمام؟ وطبعا النص الثاني جاي من البدايه. تمام؟ يبقى اكن المقاومه دي هي اللي بتعمل ايه؟ الايزوليشن بتاع الايه؟ ويلكم سباور دلوقتي. ماشي يا جماعه؟ اوكي؟ كمل المره الجايه.